مساء النور للجميع، إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة جيدة أينما كنتم حول أنحاء العالم. عزيزي وعزيزتي من جميع المواليد، شو مخبي لنا بكرة؟ ومن هو مولود 11/6؟ هذا المولود موهوب بالإبداع والفنون، يدمج فنه في عمله وباستطاعته أن ينتج بعض المال أو الأعمال من جراء مواهبه. في الحب قراراته سريعة، محب للعادات والتقاليد وقريب جدا من عائلته، يحب الشريك الغامض المنفتح والرومانسي. في الحب يتفق مع الدلو ويختلف مع الثور، ألوانه البرتقالي والأبيض، أرقامه 2 و8، أيامه الاثنين والأربعاء. كل عام وأنتم بألف خير. ما ننسى أيضا أنه رقم 11 هو رقم ماستر الروحانية العالية، فهدول الأشخاص اللي خلقانين بنهار 11 شهر عندهم روحانية عالية، ممكن يستخدموها أو ممكن ينتبهوا بدون ما يستخدموها إنه هناك أشياء بتحصل معهم، أحلام بيشوفوها أمور تتحقق، أمنية بتحصل بعد ما يفكروا فيها. بالتوفيق لألكم عزيزي وعزيزتي مولود غدا. غدا يوم جيد وإيجابي جدا من تحقيق الأحلام، الأفكار اللي بدكم إياها، والنظر إلى المستقبل بذهن واعي. أما في الحب والعاطفة فالأمور ليست بهذه السهولة، بعض الخلافات أو الأوجاع العاطفية أو الألم من جراء إما الوحدة أو العلاقة الغير محددة. التفاهم مع الشريك ضروري في الأيام القادمة، وهناك اتصالات وما القادم لكم. بالتوفيق إن شاء الله. عزيزي وعزيزتي مولود برج الحمل، شو مخبينا بكرة؟ حمل باقي الأبراج بعد شوي يحضروا الأبراج الأسبوعية، ستنزل كل يوم أربعاء، تغطي من الأربعاء للأربعاء اللي بعده. نزلنا الأبراج العاطفية من الاثنين إلى الاثنين، حتكون الأبراج الأسبوعية العامة من الأربعاء للأربعاء. عزيزي وعزيزتي الحمل، غدا يوم من الأيام اللي بحتفكروا فيه ببعض الأموال، نقل بعض الأموال، تغيير بعض الأوضاع المالية، أخذ قرارات حاسمة. أخبار جيدكم بكرة وموازنة من ناحية الشريك العائلة الأسرة والبيت. هذه الموازنة بحاجة لحديث مع أعضاء الأسرة لتوزيع الأموال، ممكن بيكون بخصوص إدارة البيت، ممكن بيكون بخصوص إرث أو البحث عن عمل. عزيزي وعزيزتي الحمل، يوم جيد ورائع، ممكن تقضوه على الهاتف مع الأصدقاء، استمتاع بالأشخاص اللي حولكم. البعض منكم عنده نوع من الفنون، التطريز، الخياطة، الطبخ، مهن تقليدية داخل البيت ممكن تعملوها بكرة، أو ابتكارات تهدوا العائلة أو تعطوا بعض الأشخاص حديث بالزواج. للبعض منكم فرح وخطوبة. بالتوفيق للجميع. عملوا اشتراك، شيروا لايك حمل، لقولي بكرة ايضا، وما تنسوا الابراج الاسبوعية العامة اللي حتنزل ورا هذا الفيديو. عزيزي وعزيزتي مولود برج الثور، الثور القرارات بالنسبة لحدث صار معكم يتعلق ببعض الاشخاص اللي عم بحاولوا يقولوا لكم شيء ويعملوا العكس. هذا القرار بتكون تاخدوه اما بابعاد هالاشخاص او البقاء معهم، لأنه الوضع الحالي على ما هو عليه ليس بمصلحتكم. نحن ما عم نقول أنه عم يستغلوكم، ولكن ليس بمصلحتكم. الثور عنده قرار إيجابي ونجاح بالحظ، ممكن ربح ورقة يا نصيب، وجود بعض الأموال، يلاقي مال على الطريق، يحصل على جائزة أو نجاح أو يربح شيء في الأيام القادمة. اكتبوا لي شو بصير معكم. البعض منكم عنده سفر أو حظ وفير فجأة دون أن يعرف من أين أو كيف حدث. تستاهلوا هذا الشيء ثور، تستاهلوا أنتم الجميع حظ جيد. عزيزي وعزيزتي الثور، البعض منكم حاسس أنه الحب خانه أو بعد عنه. هي الفكرة ليست خيانة، ولكن الحبيب أو الشريك لم يكن على المستوى المطلوب. تابعوا الأبراج الأسبوعية العامة اللي حتنزل بعد شوي، ما تنسوا تتابعوا الأبراج العاطفية اللي بتنزل كل نهار تنين. بالتوفيق للثور. عزيزي وعزيزتي مولود برج الجوزاء، جوزاء السفر على الأبواب، كاش ماني قادمة، علاقتكم مع الشريك اللي حابين ترسموا العلاقة بالزواج
قريبة جدا في الأيام القادمة. نعم الشريك سيوافق أو الشريكة إذا العرض منكم، أما البعض منكم اللي ما عارف فهناك زواج قد يتم تقليدي أو مفاجأة لفئة منكم. حديث بالنجاح بالعمل، تغيير بصفقات معينة، إيجاد عمل إيجابي، العودة للدراسة جيدة جدا غدا، وأموركم مفتوحة كلها بشكل جيد. حظ يأتي من بعض الأبراج النارية لفئة منكم كالأسد الحمل والقوس، وبعض الأبراج المائية كالعقرب والحوت. عزيزي وعزيزتي الجوزاء، علاقتكم مع السرطان بدأ إعادة نظر، بالتوفيق إن شاء الله. ما تنسوا بعد شوي تتابعوا الأبراج العامة الأسبوعية حتنزل اليوم. عزيزي وعزيزتي مولود برج السرطان، شو مخبي لكم بكرة؟ سرطان قلق من ناحية المال والعمل، بعض الخسائر المالية بهالفترة. خبر إجا للبعض منكم عن صديق أو حبيب تعرض إلى نوع من الموقف الغير إيجابي بالنسبة لهذا الصديق أو الحبيب. أما فئة أخرى منكم فعم تفتش على سبب ابتعاد الحبيب أو الشريك عنا بهذه المرحلة. أموركم مع العائلة بدأ إعادة وجهة نظر، البعض ترك البيت أو ترك المدينة. اكتبوا لي بالتعليقات شو عم بصير معكم. وفئة منكم اضطرت إنها تسافر أو تنتقل من مكان إلى مكان، وهناك نجاح بهذا السفر. فئة منكم ستستلم عمل جديد، ألف مبروك إن شاء الله. تابعوا الأبراج العاطفية كل يوم تنين والأسبوعية، وتابعوا أيضا الأبراج العامة الأسبوعية كل نهار أربعة تنزل بعد شوي. شكرا للسرطان. عزيزي وعزيزتي مولود برج العذراء، عذراء على صعيد البيت، الأسرة، الأولاد، الأمور ساعة فوق ساعة تحت ملخبطة، منا محددة كتير. على صعيد الدراسة النجاح جيد بس انتو زهقانين بهالفترة. على صعيد الحب والعاطفة اللي عنده علاقة مع الحوت بهالفترة، الحوت ملتهي عنه شوي، واللي عنده علاقة مع الثور والعقرب أيضا ملتهي عنه. أما علاقتكم مع العذراء والدلو فهي إيجابية جدا، وهناك ثمرة من هذه العلاقة أو ترسيم للعلاقة، بالتوفيق للعذراء. عزيزي وعزيزتي العذراء، تابعوا الأبراج العاطفية كل يوم اثنين، وتابعوا أيضا الأبراج العامة الأسبوعية كل نهار أربعة رح تنزل بعد شوي. عذراء جايكم كاش ماني، علاقة حب جديدة، نجاح بقرار رح توصلوا لإله رح يفرح قلبكم والأشخاص اللي حواليكم. لا تحاولوا تضيعوا كتير، الهدف واضح وعندكم نجاح، بالتوفيق للعذراء. عزيزي وعزيزتي مولود برج الأسد، أسد شو مخبي لكم بكرة؟ بليز أسد حضروا الأبراج العاطفية كل نهار تنين، واحضروا الأبراج العامة الأسبوعية كل نهار أربعة رح تنزل بعد شوي. أسد حب الجديد الذي طرق الباب، هل استقبلتوا بلشتوا العلاقة أو لا؟ لأني عم شوف اتفاق جيد، كلام بالانتقال إلى نفس البيت، ترسيم للعلاقة، وهناك فرصة للزواج أو علاقة طويلة الأمد ومستقرة. من ناحية البيع والشراء، بعض منكم بده يشتري عقار أو بده يبيع عقار، والبعض الآخر عم يحاول ينتقل من بيت العائلة. فئة منكم عايشة لوحدها، ولكن علاقاتها مع النساء بهالفترة بدها بعض الانتباه. العلاقات في العمل جيدة، عقود جديدة للعمل، نجاح في العمل والدراسة، أخبار جيدة. فئة منكم تعرضت لانفصال عن الشريك أو طلاق، ولكن قد تعود الأمور إلى مجريها. أما الأشخاص اللي داخلين بعلاقة ثلاثية فالشريك غير سعيد عن التصرفات الأخيرة، أو أنتم غير سعيدين من تصرفات الشريك. اكتبوا لي بالتعليقات شو عم بصير معكم، اعملوا شير ولايك سبسكرايب، علقوا الجرس ليجيكم إشعار البث المباشر. عزيزي وعزيزتي مولود برج الميزان، ميزان شو عم يصير معكم بهالفترة؟ بكرة من الأيام اللي حتنظروا إلى المال، إدارة المال، وخصوصا مع الشريك أو الزوج أو الزوجة. ممكن الزوجة عم تضيع بعض المال، أو الزوج عم يهمل في إعطائكم المال، ولكن الضائقة المالية اللي مارر فيها الميزان بهالفترة هي السبب.
التغييرات المالية للأفضل جاية قادمة، ولكن ليس الآن. الشهر القادم ممكن يكون أفضل للبعض منكم لتسديد الديون. علاقات جيدة في الشراكة في الحب، اتفاق مع الجوزاء، اتفاق مع الأسد، اتفاق مع الحوت، اتفاق مع العقرب، اتفاق مع السرطان والثور بالتوفيق للميزان. عقد بتكتبوه مالي أو اتفاق مالي أو توزيع أموال أو إرث، يوم جيد ورائع، إيدكم ذهب، اطلب تعطى ميزان. بليز ميزان حضروا البرج العام الأسبوعي، رح ينزل بعد شوي، واحضروا الأبراج العاطفية الأسبوعية كل تنين. شكرا لكم عزيزي وعزيزتي مولود برج العقرب. عقرب، المفروض امبارح كان نهار جيد ورائع، اليوم في بعض بالنسبة لبكرة في بعض الخلافات مع الحب والعاطفة والشريك. هذا الخلاف لفترة وبينحل، إذا ما حددت الأمور بشكل جيد قد يؤدي إلى الانفصال. انتبهوا، علاقتكم مع المال بهالفترة إيجابية جدا، كاش موني جاي لإلكن، اللي عم بيبحث عن عمل، اللي عم بحاول يوصل لحب جديد رح يتحقق هيدا الشيء لإله. الخسارة اللي خسرتوها هيدا الشهر أو اللي قبله أو في الأيام السابقة ستعوض قريبا وستقلب الأمور إلى مصلحتكم. مطلوب منكم ما تخافوا، تكونوا شجعان وأقوياء وابتعدوا عن الكآبة اللي عم تحيط بالبعض منكم. عقرب، تابعوا الأبراج العاطفية كل يوم تنين الأسبوعية، وتابعوا الأبراج العامة الأسبوعية كل نهار أربعة. ما تنسوا تعملوا اشتراك، شير ولايك على الجرس ليجيكم إشعار البث المباشر. عقرب، لقاء مع العائلة جيد جدا لتوزيع مال، إرث أو منصب معين، ودعم لإلكم من أشخاص حواليكم، أصدقائكم، عائلتكم، أهلكم، ونجاح فرصة للزواج عند البعض منكم وسفر بخصوص عمل. بالتوفيق إن شاء الله. عزيزي وعزيزتي مولود برج القوس، قوس بليز تابعوا الأبراج العاطفية الأسبوعية كل نهار تنين، وتابعوا معي الأبراج العامة الأسبوعية كل نهار أربعة بناء على طلباتكم، رح ينزل بعد شوي. قوس، غدا يوم جيد لأنه في تغييرات إيجابية للحظ تبعكم، بس كنت انتبهوا من علاقاتكم مع الثور والعقرب بهالفترة، بعد الخلاف الناتج عن عدم الاتفاق بالرأي واتجاه كل شخص بعكس الآخر. ممكن تكتشفوا انه في سرقة اموال او خداع تعرضتوا له عن طريق هذه الاشخاص. فئة منكم حابة تغير اسلوب التعامل مع الاطفال والابناء والاسرة والزوج او الزوجة، ولكن السياسة هي افضل الطرق. حاولوا تطولوا بالكم شوي. بيع وشراء بهالوقت جيد ايجابي لإلكم، تغيير المكان جيد وايجابي، اتصالات كتيرة وسفر غير محدد قريب جدا وحركة للبعض منكم. القوس، فئة منكم اللي تعرضت للتعب النفسي أو وعكة صحية هي الآن بتحسن أفضل من السابق ووضعكم أفضل بكتير. انتبهوا إلى نصائح الكون اللي عم تجيكم، وهناك فرص للعمل والسفر في مكان غير المكان اللي انتوا فيه، على الأغلب يتعلق بسفر أو بعيد عن الوطن الأم. بالتوفيق للقوس. عزيزي وعزيزتي مولود برج الجدي، بليز تابعوا الأبراج العاطفية الأسبوعية كل نهار تنين، وتابعوا الأبراج الأسبوعية العامة كل نهار أربعة، إن شاء الله تنزل بعد شوي. جدي، غدا يوم جيد للقاء مع الشريك، الحديث بخصوص العائلة، الأسرة، الأولاد أو ترسيم العلاقة. الحب قادم للبعض منكم، حاولوا تستقبلوا هذا الحب بأيدي مفتوحة لأنه سيأتي عن طريق إيجابي، شخصية جيدة، أخلاق جيدة وإيجابية أيضا.
في العلاقات السابقة اللي مريتوا فيها عم تحاولوا تتذكروا أحيانا الألم أو الأذى اللي سببوا لكم البعض، هذا الشيء عم بيأثر على نفسيتكم بشكل سلبي. دولاب الحظ معكم بالأيام القادمة، حاولوا تبتعدوا عن الذكريات الحزينة، والشريك اللي ترككم إذا كان حمل أو أسد بهالفترة هو ندمان عم بفكر بالعودة، بس صراحة مضيع طريقه. كيف مضيع طريقه بتسألوني؟ الكبرياء، الإحساس بأنه الخجل، عدم الاعتراف بالذنب، هيك بضيعوا الطريق. عزيزي وعزيزتي الجدي، نجاح بالعمل، تغييرات إيجابية، توقيع بعض العقود والصفقات، العودة إلى الدرس بالوقت الحالي منه جيد لأنه منكم كتير مركزين. عملوا اشتراك، شير، لايك، سبسكرايب على الجرس ليجيكم إشعار البث المباشر. عزيزي وعزيزتي الدلو، شو مخبي لكم بكره؟ دلو بليز تابعوا الابراج العاطفيه الاسبوعيه كل يوم اثنين، وتابعوا الابراج العامه الاسبوعيه كل نهار اربعاء على القناه. غدا يوم جيد للاتصالات، تمشوا كتير من اعمالكم على الهاتف، حديث مع الناس، تفاهم، تكلل بالنجاح لبعض الأمور اللي حابين تمشوا فيها قدما، إن كان عمل، إن كان درس، أو إن كانت عاطفة. الحديث بالزواج تأخر عند البعض منكم، ولكن للبعض الآخر هناك انفراجات قادمة في خلال الأيام القادمة. أشخاص اللي حابين يجيبوا أولاد، غدا من الأيام الجيدة للحمل والولادة، ألف مبروك. عزيزي وعزيزتي الدلو، بعض المال قادم لكم، خبروني ليش مش عم تناموا منيح ولماذا هذا القلق في الليل تحديدا. امضاء بعض العقود قريب جدا، واتصالات جاية من مكان بعيد، وبشارة للدلو بالتوفيق ان شاء الله. عزيزي وعزيزتي مولود برج الحوت، بليز تابعوا الابراج العاطفية كل يوم تنين الاسبوعية، وتابعوا الأبراج العامة الأسبوعية كل نهار أربعة. الحوت غدا بالنسبة للعمل عنده بعض القلق، عم يواجه بعض الأعداء بالعمل، هدول الأعداء كانوا مخبيين، فئة منهم هلأ بلشت تظهر في خلال ابتعادكم هذه الفترة عن العمل. اختياراتكم لبعض الشركاء في العلاقة الثلاثية مش عم تحدد بأي اتجاه بدكم تروحوا، عاطفتكم مسيطرة على الوضع، مش عم تخلي مجال لأخذ القرار الصحيح. الحوت عنده موازنة ونجاح في خلال الأسبوع القادم، ممكن يجي خبر عن عمل، تستلموا عمل جديد أو تنتقلوا إلى مركز أعلى في العمل. حوت، نصيحة، ابتعدوا عن القيل والقال، وحاولوا تتجنبوا الأشخاص اللي بيبينوا شيء ولكن يتصرفوا بعدوانية بدون ما تشوفوهم. نجاح في علاقة لكم فترة طويلة فيها، والبحث عن زوج ووجود زواج للبعض منكم. عزيزي وعزيزتي الحوت، ما تنسوا تتابعوني، تعملوا اشتراك، شير، لايك، سبسكرايب على الجرس ليجيكم اشعار بث مباشر. تابعوا الابراج العاطفية كل يوم تنين الاسبوعية، والابراج العامة الاسبوعية كل نهار اربعة. انتم وباقي الابراج، شكرا كتير لكم، تصبحوا على الف خير، بشوفكم بكره.